أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. حول ملف الكهرباء ومحاولة الإطار التنسيقي وحكومته التنصل من المسؤولية، كتب عامر القيسي مقالا نشره موقع كتابات يقول فيه: حكومة تلقي اللوم على شماعات المولدات الأهلية وتجاوزات وإسراف المواطن والغاز الإيراني والمشاكل بين وزارتي الكهرباء والنفط، وأخيرا مطالبة أمريكا بإطلاق بعض من أموالنا لتسديد الديون الإيرانية التي ما توقفنا يوما عن تسديدها. حكومة الشماعات لا تحل الأزمة، وليس أمام المواطن الآن إلا أن ينتظر تغييرات مناخية ترحمنا من قيظ تموزنا اللاهب. في عز الجهنم التموزي في العراق، تقطع إيران الغاز عن البلاد لتنقطع الكهرباء أيضا، ويشتوى الناس بهذا القيظ القائض. وبدل أن يقول الإطار لطهران أين حق الجار على الجار، نطالب أمريكا التي نطالب برحيلها بل ونمزح معها بين الفينة والفينة، كما يقال ببعض ألعاب النار الكاتيوشية، أن ترحم هذا الشعب وتطلق من أموالنا ما نسد به حاجة إيران من الدولارات وحاجتنا من الغاز. منذ عقدين واللعبة نفسها والاكتواء نفسه والأزمة نفسها لا استطعنا معالجتها، رغم ما صرفنا عليها من مليارات الدولارات، ولا وفرنا للمحطات الغاز العراقي الذي يحترق هدرا، ولا أقنعنا إيران بالتوقف عن لعبة القط والفأر، الغاز مقابل الدولار، وانتظار التسديد حتى تعطينا أمريكا من أموالنا وتسمح بالتسديد حين ميسر. ولا قدرنا أن نربط مع دول الجوار العربية لما يكفي حاجتنا. حكومات لم تفعل شيئا بخصوص أزمة الكهرباء إلا صرف المزيد من الأموال التي ذهبت إلى جيوب حيتان الفساد وأسماكهم. أثار الاتفاق العراقي الإيراني الذي وقع مساء الثلاثاء بشأن مقايضة الغاز الإيراني بالنفط العراقي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية. فبينما دافعت الحكومة العراقية عن قرارها الذي عدته الحل الأمثل لأزمة الكهرباء في البلاد، حذر باحثون ومختصون عراقيون من القرار، مؤكدين أنه يصب بمصلحة إيران وسيتسبب بخسارة كبيرة للعراق. ومع تصاعد درجات الحرارة في العراق إلى 50 درجة مئوية، خفضت إيران كميات الغاز المصدر إلى العراق إلى أكثر من النصف، ما تسبب بأزمة نقص بالطاقة الكهربائية عمت مختلف مدن البلاد. تم الاتفاق على مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق الأخير مع إيران فإن الأموال المودعة بحساب الشركات الإيرانية في مصرف TBI ستبقى للعراق، وأن هذه الأموال ستبقى رصيدا للشعب العراقي، وبالإمكان أن تسد جزءا من العجز في الموازنة. لكن الاتفاق العراقي الإيراني الذي وقعه عن الجانب الإيراني السفير في بغداد محمد كاظم الصادق، وعن الجانب العراقي مسؤول المكتب الحكومي ببغداد إحسان العوادي، لم يشرح آلية المقايضة، وما إذا كان سيتم تصدير كميات النفط العراقية البديلة عن الغاز الإيراني الواصل للعراق إلى إيران بشكل مباشر، أو أن العراق سيقوم بتصديرها إلى جهات أخرى، وخاصة أن العراق وإيران لا يرتبطان بأي مشاريع نفطية مثل الأنابيب أو طرق الشاحنات الصهاريج البرية. من غير الواضح كيف ستتم آلية المقايضة. هل سيبيع العراق نفطاً لصالح إيران بالخارج؟ إيران ليست بحاجة للنفط الخام، هي تعاني أساساً من تراكم كميات نفط ضخمة لديها بسبب العقوبات. لسوء الحظ قد يكون الأردن هو الهدف التالي لإيران وما يسمى بمحور المقاومة، على حد تعبير الكاتب كينيث بولاك في مقال نشرته صحيفة ذا هيل القريبة من الكونغرس. وقد كان من المفترض أن تمهد لموجة ثورات الربيع العربي التي هزت الشرق الأوسط واكتسحت خمسة من أقوى الأنظمة الاستبدادية الطريق أمام ديمقراطيات جديدة، ولكن لسوء الحظ انتهت الموجة بخيبة أمل كبيرة لملايين العرب المتفائلين وللغرب.
وبعد مضي 10 سنوات لم يتبقى سوى التذمر في هذه الدول. وبالمثل فإن الانسحاب السريع لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من العراق أفاد إيران في عام 2011 التي استغلت بمهارة كل هذه الأحداث. على حد تعبير الكاتب بولاك، وهو محلل سابق في وكالة المخابرات الأمريكية ومتخصص في الشؤون الإيرانية، فقد سقطت بيروت في أيدي حزب الله، وسقطت بغداد في أيدي الحشد الشعبي، وسقطت صنعاء في أيدي الحوثيين، وظلت دمشق في أيدي عشيرة الأسد وإخوانها العلويين، على الرغم من المعارضة العنيفة من قبل المسلمين السنة الذين يشكلون أكثر من 80% من سكان سوريا. وفي بعض الحالات كان الزحف على شكل انتصارات عسكرية صريحة، وفي حالات أخرى كانت عملية استيلاء تدريجية تمت هندستها بواسطة الرشوة والابتزاز والاغتيال والفساد السياسي. وفي كلتا الحالتين تعمل طهران وحلفاؤها على تعزيز السيطرة على لبنان والعراق واليمن وسوريا، وتشدد القبضة مع مرور كل عام. ويعتقد بولاك في مقال ذهل أن الأردن هو الضحية التالية الواضحة في موجة التخريب الإقليمية التي تشهدها إيران، مشيرا إلى حدود الأردن مع سوريا التي تمتلك فيها إيران بالفعل أعدادا كبيرة من العسكريين وشبكة من القواعد المنتشرة. قال المحرر الدبلوماسي لصحيفة الغارديان باتريك وينتر أن رئيس تركيا استطاع تحقيق مكاسب بسبب تشدده من انضمام السويد لحلف الناتو، وذلك بسبب ما يعرف عنه في مفاوضاته واستخدامه لأوراق النفوذ التي لديه. وقال الكاتب أن أي دارس لأساليب رجب طيب أردوغان التفاوضية يعرف أن الرئيس التركي هو أستاذ في فن الاستفادة من أوراق النفوذ، ينتظر حتى يكون محاوروه في أضعف حالاتهم قبل أن يرمي ورقته الأخيرة. كان أردوغان يقاتل من أجل المصالح التركية وإزالة معارضة الكونغرس على صفقة طائرات F-16، وفي تحرك مفاجئ للجميع طالب بتقدم على ملف العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي، وتأشيرات تسمح للأتراك السفر بحرية إلى أوروبا. حقق أردوغان تقدماً على كل الجبهات بدون تحديد موعد تصويت البرلمان التركي على عضوية السويد في الناتو، وحتى الآن لم توضع كل قطعة من قطع الجيكسو في مكانها بعد، فقد عدلت السويد دستورها وغيرت قوانينها ووسعت التعاون ضد حزب العمال الكردستاني PKK، واستأنفت تصدير السلاح لتركيا، ووافقت على تقديم خطة طريق تكون أساساً لمواصلة محاربة الإرهاب في كل أشكاله وتمظهراته، وأكدت أنها لن تقدم الدعم لجماعات YPG وBYD، وأنها لم تقدم الدعم لمن تصفها تركيا بالحركة الإرهابية لفتح الله جولن، وهي كيان تراه الحكومة التركية شبكة سرية يقودها جولن. وتحدث تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وإن بدبلوماسية عن لقاء جيد مع أردوغان، مضيفاً بدون أي التزامات أنه بحث فرصاً لإعادة تعاون الاتحاد الأوروبي التركي إلى الأمام مرة أخرى وتنشيط علاقاتنا. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً لمراسلتها شيرا روبن، قالت فيه أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي كانت تسير نحو الانهيار وجدت نفسها أمام امتحان جنين، وقالت إن محافظ جنين أكرم الرجوب كان في وقت دخول مئات الجنود مخيم جنين الأسبوع الماضي يقضي إجازة، لكنه عاد سريعاً في اليوم التالي وجمع فريقه المكون من 60 قائداً للأجهزة الأمنية قائلاً ابقوا في مكاتبكم ولا تشتبكوا مع القوات الإسرائيلية، خوفاً من أن تؤدي مواجهة بين رجاله والجنود الإسرائيليين إلى تحول السلطة إلى هدف. في حديثها عن اجتياح جنين الذي كان هو الأكبر للقوات الإسرائيلية منذ عقدين وأدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً ومقتل جندي إسرائيلي، تقول تفاخر الساسة الإسرائيليون بأن العملية أدت إلى إنهاء الترسانات العسكرية للجماعات المسلحة الجديدة على حد تعبيرها، وكشفت أيضاً عن ضعف السلطة الوطنية. أما بالنسبة للفلسطينيين فقرار السلطة تجنب المعركة التي استمرت 44 ساعة
شردت آلاف المواطنين ودمرت معظم المخيم، أدى إلى زيادة التساؤل حول الهدف من الحكومة التي أنشئت عام 1993 من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية. وبعد 30 عاماً وفي ظل الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، أصبح الكثيرون يتعاملون مع السلطة بأنها غير مهمة إن لم تكن معادية لقضيتهم. يبدو أن أبو مازن لا يزال يعيش في التسعينيات، والناس الذين لا يزالون يتحدثون عن حل الدولتين هم أبو مازن والمجتمع الدولي، أما إسرائيل فقد تجاوزت هذا. الآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أحجار ملونة متناثرة في الجبال شرقية تركيا مكنت الرسام علي رضا قليج من إنجاز لوحات فنية حقق من خلالها نجاحات نالت إعجاب واهتمام عشاق هذا الفن في 16 دولة. قليج البالغ من العمر 50 عاماً، رسام تركي يقيم في قرية قورتشا بولاية بنغول، عانى لسنوات من تأخر النطق بسبب حادثة تعرض لها قبل أن يتغلب على المشكلة بالرسم والقراءة. دراسة جديدة: النوم العميق يساعد في ضبط معدلات السكر بالدم. توصلت الأبحاث الحديثة إلى أن قلة النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري، غير أن السبب وراء ذلك ظل يحير العلماء لفترة طويلة من الوقت. ولكن فريقاً من المختصين في مجال إبحاث النوم من جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية اقترب من الإجابة عن هذا السؤال بعد أن اكتشف أن الموجات التي تصدر عن المخ الإنسان أثناء النوم العميق يمكنها ضبط حساسية الجسم لمادة الإنسولين، مما يحسن من قدرة الجسم على ضبط معدلات السكر بالدم في اليوم التالي. ويقول الباحث ماثيو ووكر المختص في طب الأعصاب وعلم النفس بجامعة كاليفورنيا بيركلي أن هذه الموجات المتزامنة تشبه الأصبع الذي يحرك قطعة الدومينو، بحيث تصنع تفاعلات متسلسلة تنتقل من المخ إلى القلب ثم تغير طريقة تفاعل الجسم مع سكر الدم. وشملت الدراسة الجديدة مجموعة تضم 600 شخص، حيث قام الفريق البحثي بقياس موجات المخ الخاصة بهم أثناء النوم مع تسجيل معدلات الجلوكوز بالدم خلال اليوم التالي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل السن والنوم وفترة النوم وجودته.
ولا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. We have been attacked at approximately 2 o'clock, 2 o'clock and a half, by a group of 3 or 4 orca whales. And we just saw them and approaching from 2 o'clock to our boat. And 30 seconds later, our rudder was damaged. They directly attacked the rudder, not swimming around the boat, not playing with anything. They run full speed against the rudder. No es algo generalizado para la población de orcas del estrecho, parece que está relacionada con determinadas familias. Hay que pensar que en realidad las orcas son animales que son familiares, son grupales, que son muy inteligentes y que tienen un elemento de transmisión oral del conocimiento, ¿no? Puede estar relacionado con eso, pero realmente no sabemos las causas de este comportamiento y mientras no se sepan las causas va a ser complicado tomar medidas para evitar ese comportamiento. ما الذي أغضب هذه الحيتان القاتلة؟ ربما هذا ما اقترفته يد الإنسان. إلى اللقاء.